المملكة العربية السعودية الشقيقة، المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار المحطة الخامسة لانتقاء مرشح المملكة المغربية لنيل جائزة عمان. التواجد هنا للمغرب من الدول العزيزة جدا على قلبي. سبب زيارتي هذه أن أنا أعتبر سفير لجمعية الإرادة الموهوبية ذوي الإعاقة من المملكة العربية السعودية، وعضو في لجنة تحكيم جائزة عمار لموسمها السابع والأول عربيا. وبعد المرور على محطات عربية مختلفة وصلنا هنا إلى الدار البيضاء في المغرب، منتظرين ومتشوقين المواهب المختلفة من الإعاقات المتعددة. لكن احنا متأكدين من كل اللي شفناه في السابق سنجد ما هو جميل ومختلف ومبهر وملهم في المملكة المغربية إن شاء الله. ولهذا السبب أنا موجود هنا، وشكرا لكم ولوجودكم معنا ودعمكم والتغطية الإعلامية، وتحياتي لكم. السلام. مدينة وجدة. وجدة. وا. أنت كتسكن في وجدة. وا. شنو جيتي دير في كاز؟ جيت باش نشارك في جائزة عمار في الدورة السابعة، وهذا شرف لي نبين موهبة ديالي. انت المحتوى اللي كدير اشناهو؟ التمثيل. كتمثل؟ نعم. افلام قصيره؟ افلام قصيره ومسرحيات وافلام طويله. وهاد الافلام القصيره اللي كتمثل انت، شنو الميساج اللي بغيتي توصلو؟ هذا الميساج كيما كنقولو حنايا، انا يمكن امن نقدر نعبر بالموهبة اللي فيها، نقدر نوصل المسار على راسي وعلى ذاك الشخص في وضعية إعاقة. يعني هاد الافلام القصيره اللي كديروا نتوما، ولا المسرحيه، ولا الافلام المطوله، على حسب باش تحاولوا توصلوا رسائل رسائل باللي كانوا وصلوا باللي المعاق بصفه عامه تهو يقدر يعطي في اي مجال التمثيل، مجال الإخراج، مجال الكتابة، عدة مجالات. يعني رغم الإعاقة باش تبينوا بأنكم رانتوما قادرين تعطيو. قادرين نعطيو شرف لينا نمثلوا بلادنا أحسن تمثيل، وهذا الشيء كان افتخر به. لأن باش توصل ميساج راها شي حاجة طوب. كتلقاو شي مشاكل نتوما كنداوي الاحتياجات الخاصة؟ المشاكل اللي كاينة من ناحية المجتمع. من ناحية المجتمع. من ناحية اش؟ المجتمع. المجتمع يعني كتلقاو مشاكل مع المجتمع بزاف. بحال اش المشاكل اللي كتلقاو؟ المشاكل اللي كنلقاوهم بحال كتبغي يتقلب على شي بلاصة تمشي لها ما تعرفهاش، ولا ما تعرفهاش ما كيخليكش انت تهدر، يقول لك لا سهل عليك بزاف العاق. وكنتمنى وحنايا
مجتمع كريم وهدي في نائها الحجرات بقى شوية كي يعني منها الشخص في وضعية إعاقة. عبد المنعم قسوح من مدينة وجدة 42 سنة. مدينة وجدة؟ مدينة وجدة جهة شرقية نتاع المغرب. شنو جيتي دير هنا؟ جيت نشارك في واحد جائزة مبدعين لجائزة عمار للمبدعين. شنو المحتوى ديالك اللي تديري؟ المحتوى ديالي كندير افلام قصيره على الاشخاص ذوي الاعاقه. يعني المحتوى ديال الاعاقه؟ محتوى الاعاقه عندي 3 افلام قصيره، واحد سميتو بعنوان الطريق كيتكلم على المعاق والعمل، وكان يوم كرئي كيهضر على الولوجيات، وكاين كاستين كيهضر على السينما السينما والمعاق. انت دابا صانع محتوى. صانع محتوى. وهذه الافلام القصيره اللي تدير انت واش عمرك شاركت بهم ولا اول مره؟ لا شاركت فيهم مهرجانات، مهرجان دوليه في القدس، في مهرجان القدس ومهرجان العوده ومهرجان الامل بايطاليا ومهرجان اليوم راه في خليبقة وفي عمان. المغرب اول مره كتشارك؟ المغرب شاركت في هوندي فيلم في الرباط ديال التتويج، جائزة التتويج. شنو اسم القناة؟ عبدو قسوح بالفرنسي ابي دي او اي كيلو ا دو ديس او اي اش. شكرا. منين انا من بولمان. من بولمان جيت. منين جيت؟ مشيت انا والبنية ديالي. كيفاش تشاركت؟ خدام تقرباها الجمعية مع الجمعية وعيطوا لها قالوا لها خاصك تشارك في واحد المسابقة هنايا في التروجيني. شنو كدير؟ كدير هاد المشاكل، هاد واحد الكريز هذا، هاد الوريض، هاد الصورة، هاد البنت. واخا انا نصورهم من بعد هاد شي جمعية؟ شي جمعية، الجمعية هي اللي عيطت لها باش صدقت. هي شنو الإعاقة ديالها؟ الإعاقة ديالها عندها الأذن، ما كتسمعش زيزو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.